أنا أعتقد أن الحظوظ 50-50. لو مباراة الذهاب انتهت 2-0 وما دخل هدف في الدقائق الأخيرة في مرمى الأهلي كنت راح أقول 65-35. مباراة صعبة، فريق الوداد صعب متمرس وفاز آخر مرة في النهائي اللي جمع بين الاثنين. أتمنى التوفيق للفريقين، وأنا سعيد تحديدا لمصطفى شوبير على المستوى اللي ظهر فيه في مباراة الذهاب لأنه صديق شخصي ومقرب مني، وأنا سعيد لأنه كوفئ على صبره وعلى اجتهاده وعلى عمله، وأتمنى في يوم من الأيام يكون حارس منتخب مصر الأول. والله شوف، مباراة الذهاب عطتنا الشعور أنه مسألة الأرض والجمهور عامل غير مؤثر في هالليفل، لأنه الاثنين قدموا نهائي كبير. شفنا يعني المباراة على مراحل، يمكن في مراحل كثيرة كانت الأفضلية الأهلي، بس الوداد بشكل عام المغاربة عندهم مهارات عالية، يعرفون يتصرفون في المباريات المختلفة. فأنا أشوفها مباراة صعبة، وإن شاء الله نستمتع بنهائي كبير بإذن الله.